صحيتو ليكيب، معكم زينو ومرحبا بكم في رونديفو ليتيرار تاع السمانه ديالكم. واش قريت هاد السمانه؟ قريت ليندا نوال تباني، اون جون الجيريان، معلمه وباحثه في الادب. كتبت لنا لي لوج دو لا بيرت، سون بروميير رومون، خرج عند لي زيديسيون ميديا بلوس. من داك تشرب قهوه مع بنادم وتغير حياتك، il suffit d'une rencontre. هذه هي قصه زينه اللي تعرفت على رجل واللي رجع حبيبها مع الوقت. دونك ليندا نوال تباني كتبت لنا قصه عشق وغرام، ولكن هذه القصه العشق والغرام هي عباره عن نوبه. النوبه معناها اللغوي هو انتظار الدور، ومعروفه كذلك في الموسيقى الاندلسيه. دونك الحكايه وكانها قصيد اندلسي. زينه وحبيبها يعيشوا قصه عشق وغرام، ولكن يعيشوها بحرقه، وهي حرقه الوحش والفراق. نعيشوا هذه القصه بين لي تيراس تاع باري والبرد القارصة، ونعيشوها وكأن معلقين معاهم تان في مدينة قسنطينة، وهي مدينة الجسور المعلقة، ونجوزو تاني على ألجي. ألجي سات فيل هوميد ستريسونت، ولكن مدينة تخطف العاشقين تاني. دونك هاد يكون هاد الحوار بين زينة وعشيقها، ويعيشوا هاد العذاب. والشي الوحيد اللي يخليهم يتحملوا هاد العذاب هو جوستومون الريتم تاع هاد الموسيقى الأندلسية، الريتم تاع المالوف. باسكو زينه مغرمه بالموسيقى هذه الاندلسيه، وقدرت يعني تحبب له الحبيبه تاني هذه الموسيقى. دونك ولاو من الجهتين، كل واحد من جهته تاني عايش بهذا الريتم. والريتم هذا حتى احنا نقراو، راح نقراو كاع الروايه بهذا الريتم. بوم تاك تاك، بوم تاك تاك، بوم تاك تاك، بوم تاك تاك. مانيفيك. دونك الكاتبة بهاد القصة، عن طريق هاد القصة، قصة زينة وحبيبها، حبت تفكرنا ثقافة جزائرية واللي هي معروفة في قسنطينة كتير، وهي موسيقى المالوف اللي هي جاية من الموسيقى الأندلسية. المالوف معروف بزاف في قسنطينة، ومن الثقافة تاع هاد المدينة، ولكن من بعد شيوخ نقصت شويه هاد الثقافه الموسيقيه في قسنطينه. والكاتبه هنا حبت الفولي روند هوماج لهاد الموسيقى، اي سي ان تري تري بيل هوماج للموسيقى المالوف. والفنانين المعروفين كتير في الموسيقى في المالوف في قسنطينة هو الشيخ محمد طاهر فرقاني الله يرحمه، والشيخ ريمون كذلك كان معروف بزاف في المالوف، واللي مات مقتول في 1961 في المارشي تاع قسنطينة. ليلوج دو لا بيرت. الكاتبة في بعض الأحيان راح نلقاو بزاف اقتباسات من قصايد المالوف، وانا نظن بانه حبت الفولي غوند غوماج اوسي للغه هذه اللي ضيعناها. باسكو في القصيد زمان كانت اللغه جميله كثير، كانت لغه شابه ورزينه، وكانت الظرافه واللي تري ريش دو فوكابولار كانت. وكل هذا
وكان على عن طريقة يعني الحوار اللي كان يجري بين زينة وحبيبها، وكيفاش عاش هو من جهته وكيفاش هي عاشت من جهتها، وهذا الفراق اللي تسبب في عذابهم. La séduction est le plus beau masque de la vie, parce qu'en réalité, il ne masque rien. La séduction est un désir de masque qui dévoile un territoire changeant, incertain qui ne vient pas d'ailleurs, mais de soi. Elle a toujours su que rien n'arrivait par hasard, certitude d'une volonté cosmique qui nous amène là ou ailleurs, sans autre destinée que le hasard. Là ou ailleurs, au moment même où nous n'aurions pas dû être là, et surtout ailleurs. Et pourtant, quelque part, elle se dit qu'ici ou ailleurs, cela ne change rien, puisqu'ici ou ailleurs, c'est avec autrui que l'on est. راح نقراو الرواية بالريتم بوم تاك تاك بوم تاك تاك بوم تاك تاك بوم تاك تاك. الرواية مكتوبة بأسلوب رائع. أنا نقول بلي سايتي ان كود كور بور موا. نقول لكم قراءة ممتعة وما حش تندموا على القصة هذه اللي تبدأ بقصيد تاع مالوف وتنتهي بقصيد تاع مالوف، وتبعوا قصة زينة وحبيبها وكيفاش راح يصرى لهم. سلام.